نرجع ل شغلنا احنا بقى وشأننا والحاجات الإيجابية اللي بتتم على الأرض. كنا لفترة طويلة بنقول إن المصريين في الخارج دي دول قوة لا يستهان بيهم، وما ينفعش إنك بس تتواصل معاهم عند الحاجة أو تتكلم بس على تحولات المصريين بالخارج، لكن مشاكلهم إنجازاتهم يكون في قنوات اتصال. الناس دي بيكونوا نجوم وعلماء بارزين في المجتمعات اللي هم موجودين فيهم، فإزاي إن مصر ما يبقاش فيه استفادة من هذه الأفكار، استفادة من هذه العقول النية. على مدار الفترة اللي فاتت تابعنا طبعا فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بعلمائنا، ويمكن آخر مؤتمر كان مصر تستطيع بالاستثمار، واللي وجه الدعوة لعدد كبير من المصريين الموجودين بالخارج وقرروا ان هم يستثمروا في مصر. وطبعا خلينا نقول حضراتكم يمكن قبلها الرئيس كان من يومين قابل المصريين في الخارج وأكد على ان هم ثروة هامة جدا لبلدنا. خلونا نتابع عدد من اللقاءات كده عملناها مع عدد من رجال الأعمال المصريين بالخارج، وبنشوف منهم انطباعاتهم وقصة الاستثمار في مصر، وهم شايفين مصر وضعها اقتصاديا ازاي دلوقتي. مناخ جاذب ومؤهل لاستقبال العديد من المشروعات والمصانع، بنية تشريعية ومرافق، هكذا لمس 65 من المستثمرين المصريين في الخارج من دول عدة التغير الحاصل في الداخل المصري. نجاحات حققها هؤلاء في بلاد المهجر في مجالات التنمية والاستثمار، ويتولى معظمهم مناصب مرموقة في مؤسسات دولية معنية بالاستثمار والتنمية والمنح والمشروعات الصغيرة والتعليم والرقمنة. تغير الوضع داخلياً وباتت كل الظروف مهيئة لديهم للانطلاق والتوسع في السوق المصري. أنا اتولدت في مصر، في مصر الجديدة، وبعدين هاجرنا في سنة 66. الانفراستراكشر في مصر اتحسنت قوي، الشوارع، المدينات الجديدة، الاوبورتيونيتيز بالمصانع، والبوبوليشن بتاعت مصر. لا ده احنا بنبدأ من حيث انتهى الآخرون، تكنولوجيا حديثة، مونوريل، قطارات على أعلى مستوى، قطار فائق السرعة، طرق، يعني مصر. الاستثمار في مصر واعد وبينمو، في نمو، في وعود، وشايفه قدامي. يعني أنا متخيل نجاح مصر قدامي، يعني بتخيل نجاح مصر قدامي. مصر هتنجح كتير لأن فيها حالياً قيادة أمينة، يعني تعداد سكان موجود، الأيدي العاملة المدربة والسهلة والرخيصة موجودة، ده بيديك مناخ استثماري كبير طبعا، بالإضافة للأمن والأمان اللي موجودين في مصر. واستطاعت الدولة المصرية بناء جسور من الثقة مع هؤلاء المستثمرين، ورغم تباعد المسافات إلا أن مصر والاستثمار فيها لا يزال كل آمالهم. مصر بالنسبة لي حلم، إن أنا أقدر أبني فيها بيزنس تاني وأرجع أقعد تاني، لأن خلاص أنا بالنسبة لي عملت رسالتي هناك في أستراليا. أنا بصراحة يعني مقيمة في إيطاليا بقالها 20 سنة، والفاميلي كله هناك، بس بجد يعني أنا مشتاقة أن أنا أرجع وأقعد هنا. إنجازات غير مسبوقة حققتها مصر مؤخرا، في مقدمتها الإصلاح الاقتصادي وتنمية البنية الأساسية، وكلها تمثل دعوة لإقامة صناعة قوية، باعتبار أن هذا المجال هو السبيل لتحقيق تنمية حقيقية. إحنا مش بنستثمر في قطاع واحد، إحنا بنستثمر في قطاعات كثيرة جدا. العربيات العسكرية كانت نوع من التحدي، ليه إحنا ما عندناش الحاجة ديت؟ فكان التحدي شخصي مني لنفسي، فالحمد لله خلصنا واختبرت برا واختبرت جوه وفوق الممتازة، ودخل الخدمة إن شاء الله قريب جدا، ودخل الخدمة في بلدين تانيين قريب جدا. ناس كتير جدا بتفكر إنها تبني حاجات بسرعة عشان تبين للناس حاجات شكلها حلو، لكن رئيس فتح زيزي كان very يعني سمارت وذكي جدا انه يبني من تحت الاول. علشان كده انا تشجعت ان انا اجي هنا مصر، عشان عارف انه دلوقتي هيبقى عندي امكانيات ان انا اعمل الشغل اللي انا عايزه. التقارير الدولية والمؤسسات الاقتصادية العالمية رصدت حجم التقدم الحاصل في الاقتصاد المصري. بنك مورغان ستانلي اكد في تقرير صادر له مؤخرا أنه على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إلا أنه من المتوقع استمرار نمو الاقتصاد المصري إلى 6% في السنوات القادمة،
كما نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تخيل إحنا لما نيجي وقابلنا رأس الدولة اللي هو الرئيس ويشرح لنا ظروف البلد وإحنا نقعد ونسمع ونقابل اللي هو يعني ممثل مصر كلها اللي هو رئيس الجمهورية. ده بيديك حافز إن هو إن بالنسبة للمصريين الموجودين بالخارج الطمأنينة، اطمئنوا ان في مصر امن وامان. قد ايه الوفد كله طالع يعني متحمس، ضعف الحماس اللي داخل بيه الاجتماع من قد كده من تفهم ست الرئيس وردوده على كل نقطه من النقط. كل ده خلى بنقول والله لا، ده البلد رايحه في طريق ان شاء الله، طريق جميل، طريق يعني متقدم جدا. بره احنا بنسمع ان الرئيس بتاعنا عامل حاجات فعلا مهوله، لكن عمر بجد اللي هيجي ما زي اللي بيسمع. يعني انا كنت بسمع لما جيت هنا، انا لازم كذا مره في السنه لازم نكون هنا طبعا عشان نتابع شغلنا، بس كل مره بننزل بنبقى عايزين ناخد حاجه جديده، حاجه تجيلنا حاجه جديده، بنبقى صعب ان احنا نقول لا، لأن فعلاً بيبقى استثمار فيها كويس جداً. مصر أم الدنيا. عارف حضرتك أنا بقالي في أستراليا فوق 50 سنة، ولما ناس بيقولوا لي أنت منين أقول لهم مصرية، very proud Egyptian. أمل وتفاؤل ونظرة مستقبلية واعدة للاقتصاد المصري جعلت الملعب مهيئاً للمستثمرين لدخول السوق المصرية والاستفادة من الطاقة البشرية والإمكانات الهائلة التي يتميز بها الداخل في مصر.